اللي بغى يبيع كيبكي، اللي بغى يشري كيبكي، وبنادم فقراء ما الخدمه ما كايناش، الشمس سخونه، كل شيء الخضره غاليه، ما عرفت فين بغاو يوصلوا. بزاف عليها 2000 ريال، اش بغى يعطي لهاد الضيافه؟ اش بغى يعطي لولادو؟ واش يشري كيلو ديال اللحم اليوم وغدا يبقاو بلاش؟ اش غايدير لهم؟ راه كاينه الازمه دابا، كتمشي عند مول الحانوت تقول ليه كريدي ليا 5 دقيق وجوج بوطات، وتيقول لك خلصها بعدا عاد نعطيك، راه باغي نشري السلعه. بوم المسؤول كان يشوفوا يطلعوا على السواق ديالهم ويشوفوا هاد الشيء هذا، ينقصوا شويه وينقصوا على المساكن، الشتا ما كايناش. لا والو زعما المجمر خاوي، راه انت كتشوف الفقر كيضيع، حنا واقفين ما كايناش اولاد الخدمه، الخدمه ما بقاتش. راه انت اللي غبرتي. السلام عليكم بعدا، هاني لاباس عليك؟ واش غادي نقول لك اولدي؟ راه لا اله الا الله، غبرتي وكل شيء غلا، اللحم راه اولدي راه 100 درهم، الخدمه راه ما بقاتش بزاف، راه بنادم مع لاصق وصافي من ورا العيد لهاد الجي، بنادم راه على لاصق، الخدمه ما كايناش. اللحم 100 درهم، الدجاج اللي مذبوح 1000 ريال، الغنم ما كايناش، البهيم اللي تذبحو دوك السمانات ما كاينينش، كاينه في العجل، الغنم راه ما فيهاش، ما كيدخلش هذا الغنم، ما كتلاش كتدخل السوق بزاف. لو لا قليله بزاف، من العيد لهاد الجي ولاو البهيم قلال. نشوف القهوه كيفاش ولات الخدمه عندكم. بحالنا بحال الناس، المهم راك عارف كل شيء، الزمان راه غالب دابا، لا المغني لا المحتاج، واللي عنده دابا العائلات في الدار وعنده سميتو راه بزاف عليها 2000 ريال، اش بغى يعطي لهاد الضيافه؟ اش بغى يعطي لولادو؟ واش يشري كيلو ديال اللحم اليوم وغدا يبقاو بلاش؟ اش غايدير لهم؟ راه حنا كنهضروا دابا على اللحم ديال المرقه، اللحم ديال المرقه علاش كنهضروا دابا؟ واخا انت ديت عندك دابا الدراري بزاف وعندك العائله، ديتي لهم اليوم درتي لهم الطاجين وغدا زعما هذا الشيء راه لا حول ولا قوه الا بالله، الله يوفق علينا والله يعطينا الشتاء. ايوا انا فتاك زرت 5 كيلو 6 كيلو كاع الى عيات، 6 كيلو كاع الى كثرتي 6 كيلو حتى 7 كاع الى كانت الوقت زعما مقاده. ودابا؟ ايوا دابا راه مره 4 كيلو 5 كيلو مره ما كاينش كاع. كاين نهار اللي ما تيشوي حتى واحد؟ كان نهار اللي ما تلوحي حتى شي حاجه، وكاين العساس كاينه الخدامه. زعما راه قاصحة الوقت، لا إله إلا محمد رسول الله. شتي بزاف ما بقاوش في السوق، راه غالي اللحم، المال غالي، عبورة قداك 40000 30000، فين غيمشي هاد المسكين؟ اش غادي يشري؟ القزار كيبكي، اللي بغى يبيع كيبكي، اللي بغى يشري كيبكي، وبنادم فقراء ما الخدمة ما كايناش، الشمس سخونة، كل شيء الخضرة غالية، ما عرفت فين بغاو يوصلوا. حتى في ام العنصر كانت مزيانه، ولكن دابا ما بقاش داك الشيء اللي كتعرفي، كاش داك الشيء اللي داك الشيء اللي تتعرفي، ما بقاش بطاطا 100، مطيشه 100، خزو 100، زعما ما كان فين غادي يعيش المسكين هنا عندنا، زعما راه لا اله الا الله محمد رسول الله. الشيء اللي كيشوفوا الناس وكيوقعوا في السواق، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، ما كان فين غادي يعيش المسكين، المسكين راه ما بقاش فين يعيش، وبنادم بنادم خدام غير بكتافو وتيهز الكريدي يوكل ولادو وكيتسلفو الناس، واخا تيعطيهم هاد الشي راه ما قداش 10000، تخلصي الماء تخلصي الضو تخلصي البوطاط، ما كاينش. راه كاينه الازمه دابا، كتمشي عند مول الحانوت تقول ليه كريدي ليا 5 دقيق وجوج بوطاط، وتيقول لك خلصها بعدا عاد نعطيك، راه باغي نشري السلعه، ومني غادي تجيبيها لي؟ واش تخلصي الضو؟ واخا يعطوك 10000، تخلصي الضو تخلصي الماء تعمري 4 البوطات ولا 3، ولا توكلي الدراري، ولا واحد عندك مريض باش غتقابليه؟ اش غتعطيه؟ اش كنطلبوا؟ كنطلبوا من المسؤول كان يشوفوا يطلعوا على السواق ديالهم ويشوفوا هاد الشيء هذا، ينقصوا شويه وينقصوا على المساكن، الشتا ما كايناش. ولا نقص شويه، المهم الا نقص الثمن واحد الشويه، راه حتى المال غا حتى هو يديروا الموالين البهيم حتى هما شي حل، يديروا للسوق شي حل، هما البطاطا غاليه الخضره غاليه البهيم غاليين، فين غادي يمشي هاد هذا واخا يكون كاع غني حتى لاخر درجه؟ ما كاينش. الو من صاصات الليل كل شيء خاوي، حتى حاجه ما كاينه. ما بقات خدماش؟ لا ما كايناش الخدمه واه.
حنا غير جالسين وصافي.